اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم دائما عبر شاشه تلفزيون الفجر الجديد، متجددين معكم في امسياتنا الرمضانيه والجولات الرائعه مع نهايه شهر رمضان المبارك. بنحكي لكم كل عام وانتم بالف خير، طل جديده ونهائيه في وداع شهر رمضان المبارك واستقبال عيد الفطر السعيد لكل ابناء شعبنا. بنقول كل عام وانتم بالف خير. مشاهدينا ومتابعينا، كملوا معنا هالامسيه المميزه والنهائيه بصحبه اكشن جينز. اكشن جينز الملابس للشباب والصغار بأسعار مميزة مع إطلالة عيد الفطر السعيد، عامل عروض مميزة. روحوا على مين؟ على أكشن جينز، العنوان مجمع الأشقر التجاري الطابق الأرضي. مع أكشن جينز خليكم معنا في الأمسية المميزة، جوائز ومسابقة مميزة بصحبتكم مشاهدينا وعيونكم اللي دائما معنا بترافقنا. من وراء الكاميرا براء عمر، ومني أنا منتصر عنا. يسعد أوقاتكم وتعالوا معنا. مر معك العسجد؟ العسجد، ما معنى العسجد؟ العسجد مرش معك؟ لا والله صراحة لا. سروجي العسجد معروف؟ العسجد العسجد يعني شو يعني؟ أقرب لك إياها؟ أقرب لك إياها؟ أقرب لك إياها أكثر؟ هلا لما تروح خطبت مرتك المهر؟ لا انسى المهر. شو جبت لها؟ شو اسمه الذهب، او اللي خلينا نقول الذهب. الذهب ذهب. وايش جبت كمان؟ واواعي. واواعي بالضبط. وغرفة نوم. وغرفة نوم ودول الكسوة هاي. هسا العسجد شو؟ الكسوة وال لا العسجد شو؟ الذهب. الذهب الذهب هاي العسجد معناه الذهب. ذهب. طيب هاي جائزتك من اكشن جينز، بامكانك تروح تستلمها مباشرة هلا. شو بتحكي لهم؟ كل عام وانتم بألف خير وشكرا لاكشن جينز. مساء الخير. اهلا وسهلا. ندى. ندى من وين يا ندى؟ مخيم الفارع. مخيم الفارع، اهلا وسهلا فيكم. شو بتعملوا عندنا هون؟ جايين نتسوق. تتسوقوا؟ كيف اجوانا هون؟ والله حلوه. حلوه طيب احنا مع اكشن جينز، اذا بتبي تجاوب على سؤال بتروح تجيبي جائزتك مباشره، ماشي؟ طيب بس اعطينا اياه سؤال حلو. سؤال حلو سهل قصدي، مش حلو. سؤال سهل بدها، مش حلو. طيب طيب، من الأديب العربي الذي فقد بصره وهو في الصغر من عمره؟ أديب عربي. أنت بأي صف؟ أنا 11. طه حسين. تديش عليها؟ لا. أديب عربي ومشهور، دائما نقول أبو إيش؟ أبو إيش نقول؟ أبو العلاء؟ أبو العلاء؟ أبو العلاء إيش؟ المعري. أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري هو الأديب العربي الذي فقد بصره وهو في صغره. ابو العلاء المعرب. ما اخذتيهوش ابو العلاء؟ اخذتيه. طيب هذه من اكشن جينز، رح تستلميها هلا. مجمع الاشقر مول الطابق الارضي، اسال عنه قارمه كبيره. اكشن جينز شو بتحكي له؟ يا سلام ايديه وشكرا له. مع اكشن جينز. طيب تعرف ملكه النحل؟ ملكه النحل معروفه. مظبوط. ملكة النحل قديش بتبيض كم بيضة باليوم الواحد؟ وحتى يعني ملكي هالقد قديش بتبيض؟ تستغربوا يا جماعة. تعرف قديش؟ هيو عارف يعني؟ والله ما بعرف. لا ما بعرف. أنا بدي أروح وآخر ليلي. شو اسمه قلت لي؟ تامر صباح محمد. تامر طلع في خيارات يعني؟ أنا بدي أعطيك، أنا بدي أعطيك، بدي أعطيك خيارات. من 3000 ل 3500 بيضة في اليوم الواحد ملكة النحل. شو؟ 2000. الله لا يعطيك إياها العافية مصمم. 3000 وإيش؟ 500. خلص لا نوقف. صوروا ملكة النحل هالكدي الصغيرة بتبيض في اليوم 3500 بيضة. يا سلام مفرخة. طيب هاي جائزتك من أكشن جينز، تروح تسلمها هلا. مجمع الاشقر مول الطابق الارضي، شو بتحكي لهم؟ كل عام وانتم بخير ورمضان كريم ويسلموا على الجائزه الحلوه. مع اكشن جينز عنوان مميز للشباب، يعني بحكي لكم اسعاره مميزه عشان عيد الفطر السعيد، اغتنموا الفرصه لما تبقى الى القليل. مساء الخير. مساء النور. كل عام وانتم بخير. انتم بخير صحه وسلامه. كيف هالرمضان معكم؟ الحمد لله رب العالمين. ماشي الحال؟ حاله الحمد لله. خلاص ودع. باي باي. الله يسهل عليك. الله يسهل عليك يا رمضان، واهلا وسهلا فيك يا عيد. اللهم امين. طيب
هلا شو اسمك؟ زهر فياض. من دير الغصون ولا جرجية؟ من دير الغصون. من دير الغصون، كلهم ديروية اليوم ما شاء الله. طيب زهر، في من هو الذي يهز رأسه وهو يصعد التل؟ مين اللي بيهز رأسه؟ تعذير. من هو الذي يهز رأسه وهو يصعد التل؟ في خيارات؟ خيارات ولا ايش؟ انسان؟ لا مش الانسان، الانسان هيك بيهز رأسه؟ حيوان يعني. ايش؟ جمال؟ هسه هو طالع التل الجبل. شو مين اللي بيهز رأسه هيك؟ ضلوا الجمل. الجمل ولا الحصان؟ حصان. الحصان. الحصان مش بضل يعمل هيك الحصان؟ صح. ما بحبش الغش عشان صايم. لا بتحبش تغش، ما انت هسه ما بتطرى مش صايمة. طيب هاي من اكشن جينز من كيك تسلميها هلا، شو بتحكي لهم؟ كل عام وانتم هم بخير يا ربي، ويا رب يعطيهم الصحة والعافية، وتسلم بارك الله بيهم. كل عام وانتم بخير. بخير وصحة وسلامة. كل عام وانتم بخير. طيب تعال مرحبا. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ حسن نبتيتي. ايش؟ حسن نبتيتي. حسن نبتيتي. طيب يا حسن، سؤال سهل. حسن نبتيتي، نحن مع اكشن جينز، ما هي المادة الأساسية في الموز؟ الموز؟ يلا يا الكشري. عيد الحصان. الكشري. عيد الحصان. ما هي المادة الأساسية في الموز؟ بوتاس. بوتاس. يا عين عليك. مهر. شو اسمك؟ مهر عمر حمدان. ايش؟ مهر عمر حمدان. والله انك رائع، وانت جاي بتقول لي انا بدي بدي وهو جاوب عنك، والله عيب. ما انت كان بسرعة. هو يجاوب عنك يا زلمة، وانت جاي تقول لي انا وانا. يلا بهمش، عشان رمضان كريم. صديقك ولا شو؟ اخوي. اخوك؟ بس مش مبين هو اسمه. بمعناه انه اخوك. طيب وين ساكنين انتو جوز؟ غار الشرقية. روحوا ماشي انتو جوز، جواب غلط. اعطيك سؤال، اللي بتجاوب عليه هو اللي باخذه، ماشي؟ اذا ما سحبت انطيت. اللي بتجاوب عليه باخذه، ماشي بينك وبينه. طب لازم لي معي. لم اكن موجودا بالامس و ولدت اليوم وسوف اموت غدا. استنى تحكي. الهم الهم الهم. لم أكن موجودا بالأمس وولدت اليوم وسوف أموت غدا، فمن أنا؟ الروح. لا يا زلمي، ولكن انت روع على الشرقية أحسن لك. ولازمها ايش؟ خيارات. تات خيارات. احنا شو اليوم؟ شو من كل يوم احنا؟ رمضان. رمضان كريم. هيك تقول ايش كده تحكيش غلط. اقرب عنا بوت. انت لك مني جائزه ماشي، بس هذا عذبته معي اليوم. طب خلص لك مني جائزه. طب عذبني انا لما تشوفني قول لي بدي جائزه. طيب يعني يا ماهر خلص. شوي اسمع اخرس ولدت اليوم. اسمع، لم اكن موجودا بالامس ولدت اليوم وسوف اموت غدا. شو اليوم؟ اليوم صح. ولدت بالامس. بكره. اليوم. اليوم مزبوط يا باشا. شو اسمك انت قلت لي؟ ماهر عمر حمدان. ماهر. ماهر مغسل اليوم. من اكشن جيز من كانت تسلمها هلا، شو بتحكي له؟ شكرا لك. بنطلون لي بوتي لك. شكرا لولو التقدم. كل عام وانت بخير. انت بخير حبيبي. يلا مشاهدينا، وصلنا معكم المحطة الأخيرة في أمسيتنا الرمضانية، وإحنا اليوم يعني مع اكشن جيز كنا شباب على اكشن جينز مجمع ابو طبعا الاشقر مول طابق الارضي. احنا اليوم ختام جولتنا شهر رمضان كامل معكم، انا متاكد انكم يعني اكيد مليتوني وانا على الشاشه معكم دائما متواصل معكم، لكن احنا بنقول احنا عشانكم متواصلين ودائما بنقول اكشن جينز عنوان. مشاهدينا في نهايه جولتنا في شهر رمضان المبارك فقط باكتفي بقول من زميلي ومن اسره تلفزيون الفجر الجديد، اقول لكم كل عام وانتم بألف خير يا شعبنا الفلسطيني، وان شاء الله تتحرر بلادنا وتكون عاصمتنا القدس ان شاء الله قريبا، وينفك اسر اسران الابطال ويعودوا لامهاتهم ان شاء الله قريبا. واحنا من كلكم كمان مره من براء عمر ومني انا منتصر العناني، كل عام وانتم بألف خير وعيد مبارك علينا وعليكم. الى اللقاء.